ما سمعتش التليفون. شفتي أسامة؟ أسامة سافر. سافر فين؟ رجع بلده. إيه المشكلة يعني؟ شمس لو سمحتي أنا جاية تعبانة وعايزة أنام. مش عايزة أكلم كتير، ممكن؟ مشي وسابنا؟ خلاص؟ آه مشي وسابنا. كده؟ من غير حاجة يعني؟ آه. ومن ساعة ما جيت وأنا قلت لك أنا تعبانة ومش عايزة كلام كتير، وكفاية بقى أسئلة. واعملي حسابك من هنا ورايح، مش عايزة أسمع اسم أسامة هنا في البيت ده تاني. مامي 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 مامي. بسمة الحقيني دلوقتي، الحقيني مامي. مامي تعالي، مامي بسمة تعالي بسرعة الحقيني.